نكملوا السفر المتقون في الكلام الموزون وأمثال أهل تونس زمان حول الزواج. أضرب القطوسة تتربى العروسة، والقطوسة هي القط، وهذا المثل شبيه بالمثل في المغرب اللي كيقول نهار الأول يموتلوش. وقالوا زادة اللي ما تعرفش تغسل الدوارة ما خديتها لولد الناس خسارة، يعني البنت اللي ماشي حادقة وشاطرة خسارة فيها ولد الناس. وقالوا أيضا اللي ما يعرفش الذبيحة والسليخة ما خدته في بنات الناس فضيحة. الحصول العروس طويلة والباب قصير، والمقصود به الشروط الكثيرة والتعجيزية للعروسة وأهلها اللي فيتها مقدرة واستطاعة الشاب.